وعلى هامش وضع حجر الأساس للمشروعين أقام معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط حفل استقبال حضرته الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمشاركون في الاجتماع 21 لمجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ 21 والذي تحتضنه مملكة البحرين. كانت البداية في عام 2010 عندما قرر المجتمعون في المؤتمر 16 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تأسيس الصندوق الأخضر، حيث جاء هذا القرار حينها من أجل تشجيع التحول النموذجي نحو مسارات إنمائية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع تغير المناخ. فالصندوق يقدم الدعم للدول النامية للحد من انبعاثات الغازات الضارة أو تخفيضها والتكيف مع آثار تغيرات المناخ. يأتي استضافة مملكة البحرين لاجتماع مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر في المنامة في وقت في غاية الأهمية. مملكة البحرين كدولة جزرية صغيرة لها تحديات من التغير المناخي أكبر من غيرها من الدول. مملكة البحرين هي الدولة الجزرية الصغيرة الوحيدة في الشرق الأوسط وفي الإقليم، وبالتالي فالتحديات القائمة أمام المملكة متنوعة وكبيرة. الجهات المعنية من خلال وزارة الخارجية وشركاتها مع القطاعات المعنية في الدولة سواء الهيئة الوطنية للنفط والغاز ومجلس الأعلى للبيئة وغيره، دائما ما نبحث عن شركات دولية لمساعدة مملكة البحرين في تجاوز هذه التحديات. ما قامت به الهيئة الوطنية للنفط والغاز وجهود معالي وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة جهود تساهم بشكل بارز في مواجهة هذه التحديات، وما شاهدناه اليوم من مشاركة خبراء من دول عدة من صندوق المناخ الأخضر في مملكة البحرين يعكس اهتمام المملكة ممثلة بهيئاتها وفي هذه الفعالية هيئة النفط والغاز بإيجاد منصة لطرح هذه التحديات ولإيجاد الحلول لها ولتقديم مملكة البحرين كنموذج للدول الجزرية الصغيرة التي تواجه هذه التحديات بالشركات الدولية. ولأن مملكة البحرين تولي أهمية بالغة في مشاركة العالم هذا التوجه في المحافظة على المناخ، فقد أصبحت المملكة ممثلة بالهيئة الوطنية للنفط والغاز الدولة الأولى غير العضو في مجلس إدارة الصندوق التي تحتضن مثل هذا الحدث المهم، كما يعتبر الاجتماع هو الأول الذي تحتضنه مؤسسة نفطية، مما يعكس مدى التزام القطاع النفطي البحريني بمقابلة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال البيئة وتغير المناخ. ولذا احتفى معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بالأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمشاركين في الاجتماع 21 لمجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ. وقد ثمن معاليه الدور الريادي التي تضطلع به مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية التي تعد موضوع الساعة في الوقت الراهن، والذي يستحوذ على الاهتمام الأكبر في مناقشات الرؤساء والوزراء في المحافل والاجتماعات الدولية، خاصة لما يمثله صندوق المناخ الأخضر من آلية تمويلية مهمة للدول النامية لتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة في مجال التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحقيق التزاماتها باتفاق باريس للمناخ. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.